راح نشوف اليوم نمو الجنين في اليوم الرابع تقريبا داخل البيض، وطريقة الفحص نتعلمكم إياها وشو الأدوات لازم تستخدمها، وكمان هذا البيض اللي تم تعقيمه وفحصه قبل وضعه بالحاضنة عن طريق الخل الأبيض المخفف والماء الفاتر. هخلي لكم رابط الفيديو بالوصف، خلينا نسمع المقطع وإن شاء الله تستفيدوا منه جميعا. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بالجميع، معكم أنا الصيف تربية الطيور والحيوانات وكل ما يخص الكائنات الحية وبعض هوايات بنزلها بالقناة. اليوم بدنا نشوف كيف نمو الجنين في اليوم الرابع داخل البيضة، وكمان هذا البيض مثل ما حكينا لكم شوفوا كيف تم تعقيمه بالخل الأبيض المخفف وفحصه بالماء الفاتر. الفيديو موجود رابط الفيديو موجود بالأسفل. بتمنى منكم قبل ما أشرح لكم عن الفحص ما تنسونا من الاشتراك واللايك والتعليق، كومنت حلو مثلكم ودعم القناة من كل شخص بشوف هالقناة بتستحق. طبعا هاي الادوات اللي راح نستخدمها لفحص البيض في اليوم الرابع، بتم فحص البيض تقريبا من 3-4 مرات قبل موعد الفحص عشان نتجنب اي نفوق للاجنة لا سمح الله داخل الفقاسة، وهذا شيء بضر البيض اللي حواليها. اما بالنسبة للادوات اللي راح نستخدمها لفحص البيض، هي اي كاشف عندك موبايل لازم يتم تعتيم الغرفة بشكل نهائي، ما يكون في اي اضاءة، حتى الحاضنة او الفقاسة لازم تفصل الاضاءة تاعتها، ولازم يتم الفحص بشكل سريع خصوصا اذا عم تعمل فحص للبيض في اليوم الرابع او الخامس والاجواء باردة. لازم نستعجل في فحص البيض، وبنعيد الفحص تقريبا باليوم ال 12 او اليوم ال 13-14 مش مشكلة، وكمان بنعيده قبل الفقس بثلاث ايام، قبل موعد الفحص من 3-4 ايام. مثل ما انتم شايفين عتمنا الغرفة بشكل كامل، شغلنا كشاف موبايل تاني، وهلا راح يتم فحص البيض. طبعا الرطوبة مناسبة 52 وكمان الحرارة مناسبة 37.5. هون بنوضع الكشاف بشكل من جهة غرفة الهواء للبيضة، من جهة غرفة الهواء اللي هي الجهة العريضة، وراح نشوف بشكل واضح انه الجنين بعد 4 ايام تكون بلش النمو، خصوصا بداية النمو بتكون عن طريق الشرايين والانسجة الدموية اللي هي بتكون القلب. مثل ما انتم شايفين هون موجود الجنين بشكل واضح جدا. طبعا بتم فحص البيض كامل، يعني بنفحص كل البيض الموجود داخل الحاضنة بشكل سريع، واي ملاحظة على انه ما في اي نمو داخل البيضة، ما في اي انسجة، بنستنى كمان يوم، يعني بنعطي فرصة كمان يوم للبيض اللي متظاهر عليه انسجة، يعني اذا اليوم الرابع معلش بنعطي فرصة كمان لليوم الخامس وبنكرر الفحص. ليش بنعمل هيك؟ في بعض احيان تأخر في نمو الجنين لعدة اسباب، بكون بطيء النمو الجنين، بتكون البيضة القشرة او الكلس بعد البيضة بكون سمين شوي، فبتأخر الجنين في اخذ الحرارة والنمو بشكل اسرع من الاجنة الثانية. في تأخير ماكسيمان بين الاجنة ما يقارب من 12 ساعة ل 24 ساعة، علشان هيك دائما بننصح في ايام الفقس انك تصبر يوم زيادة على البيض، ما تستعجل في انك تطفي الحضن او الفقاسة باليوم 21، يعني اليوم 21 اصبر ليوم 22، اعطي يوم زيادة للبيض. في اجنة تتأخر من 12 ساعة ل 24 ساعة في تكملة النمو الكامل وخروجها من الكتاكيت من البيض، طبعا اذا كانت امورها كلها طبيعية، باستثناء الحالات الشادة اللي بكون الكتكوت ما دير حاله داخل البيضة، بكون وضعه غلط. في بعض امور نشرح عنها ان شاء الله بفيديوهات تانية، ولكن مثل ما حكينا لكم بنعطي يوم تاني فرصة للاجنة داخل البيضة بعد ما يتعدى 21 يوم، نعطي كمان يوم زيادة. طبعا البيض ما له اي تأثير على مثل ما شفتوا، هذا هو نفس البيض اللي احنا عقمته في الخل الابيض وتم فحصه عن طريق المي الفاترة، وحكيت لكم الفيديو موجود بالوصف، رابط الفيديو بالوصف، تقدروا تشوفوا الفيديو كيف تم الفحص وكيف تم تعقيم البيض قبل وضعه داخل الحاضنة بكل سلاسة وبساطة. ما له اي تأثير نهائي، الخل الابيض المخفف ما له اي تأثير، وبالعكس انا بستخدمه بالرش باخر 4 ايام
من الفقس عشان يخفف على الجنين، يضعف قشرة البيض. وراح أفرجيكم الطريقة إن شاء الله. مكمل معكم أنا بالفيديوهات هاي لغاية إن شاء الله يوم الفقس. شايفين كيف علامات الأنسجة الحمراء هاي بتدل على إنه الجنين بلش يتكون. لازم تكون الأنسجة هاي ظاهرة بشكل أحمر فاتح، يعني أحمر فاتح مش داكن. إذا أحمر داكن وغامق جدا بكون تجلط ونفوق الجنين. أي أجنة بتنفق خلال فترة الحضن سواء باليوم 13 14 15 إن شاء الله حتى يوم 16 أو 17 لازم نتخلص منها فورا وما نخليها داخل الحاضنة أو الفقاسة. تقريبا هذا كان كل موضوعنا اليوم عن نمو الجنين داخل الحاضنة بالأيام الرابعة واليوم الثالث أو الرابع أو الخامس. إن شاء الله مستمرين معكم في الفيديوهات الجاية، ورح نفرجيكم كمان النمو بشكل كامل. يعطيكم العافية وشكرا لكم، وأهلا وسهلا بالجميع. وما تنسونا كالعادة بالاشتراك واللايك والتعليق وكومنت حلو هيك مثلكم دعم القناة.